فكرة بازار، عندنا فكرة دعم للمتظاهرين. حبينا نقدم في شيء يعني مادي للمتظاهرين حتى تستمر المظاهرات مثل ما هي. الفكرة جتي انه في يوم من الايام يعني اجى شخص زي يتبرع بمبلغ مالي ويا طفلة صغيرة، الطفلة كان اكو تنبوس بحجابها، فقالت له بابا انا مريدة اتبرع بس ما عندي فلوس. قال لها تبرع باي شيء عندك، فنزعت التنبوس من حجابها وخلته، قالت يصير اتبرع به، قلنا لها اوكي ما يخالف. فمن هذا الاساس يعني وحينا انه فكرة يعني هالبازار هذا انه ناس تتبرع لان ما عندها فلوس تتبرع، احنا نبيع المواد اللي تجينا تبرعات، طبعا مواد جديدة مو اكو مواد مستعملة بس يعني استعمال بسيط، والمردود مالتها المالي يرجع للمتظاهرين باي محافظة، يعني اي محافظة تتعرض الازمة يتصلون بنا مجموعة من الناشطين هناك من فارس الصبية واحنا نحاول نوفر لهم المواد اللي يحتاجوها، لانه مثل ما تعرف المظاهرات مستمرة والمطالب مالتها لحد الان ما تنفذت، وهو مطلبنا يعني واحد من اسقاط النظام لحد الان الحكومه ما استجابت لهذا المطلب، فاحنا مستمرين بهالشيء هذا لحد ما يعني يلقى لنا حل. احنا متواجدين بالتظاهرات بس نحب نقدم شيء، يعني مو بس متواجدين واقفين، صح وجودنا هو ضروري بس نحاول نقدم فد خدمه انسانيه. فهاي الشيء اللي كان انسب شيء يعني بالنسبه لنا شباب طلاب وكادر نسوي، يعني ماتين اكيد احنا ما راح نقدر نسوي غير هالاشياء. حبيت أشارك بالبازار هذا، بازار دعم المتظاهرين، من خلال أنه أنا أسوي خرازيات، أسوي ساور، قلادات، أي شيء أسويه، وإضافة لهذا أعمال يدوية أي شيء أيضا نسوي إحنا هنا. الخرازيات يدعمون بهن وأكو من عندي وأكو يتبرعون بهن، أكو نشتريهن ونسويهن إحنا، نبيعهن بأسعار رمزية ونبيعهن نساهم بهن نساعد بهن المتظاهرين، يروح كلهن للصندوق من التبرعات من المظاهرين. وأكو بنية أيضا وياي الصبح تجي وتسوي خرازيات وتساعدي بهواي أساور، وأكو أعمال يدوية أخرى منها صابون اللي يسووه جامعة بابل سووه وتبرعون نبي، كل عمل يدوي. أكو مثلا تحفيات عمل يدوي أيضا هم موجودات هنا، وأكيد كنا إحنا بالنهاية نسوي هذا الشيء حتى ندعم المظاهرين وحتى تستمر الثورة مالتنا إلى أن نحقق مطالبنا. مطالبنا أكيد نريد وطننا أول شيء يعني، ونريد نقلل الحكومة مالتنا، ونريد نغير الحكومة الحكم كله والنظام الحكم مالتنا كليته، نريد فقط رئيس واحد ومجرد وزراء، ما نريد نواب، ما نريد أحزاب، ما نريد أي شيء. وهي أول مطالب لأن شبابنا تعبت وإحنا تعبنا ونريد نعيش حالنا حال أي بشر. كل المحافظات إحنا فكرنا ندعمهم، حتى اللي بنحل هنا فكرنا ندعمهم ودعمناهم أيضا، من صارت مادة الشغف دعمناهم بمواد مستلزمات طبية، النجف كذلك باكر راح يطلعون إن شاء الله مستلزمات طبية، الناصرية هم إن شاء الله نجمع مبلغ قليل ونودي لهم وياه أيضا همين للناصرية وللتحرير ودولهم أيضا همين، وإن شاء الله مستمرين بهذا الشيء ونظل ندعمهم لحد ما ننتصر يعني ونحقق اللي نريده إحنا. من أول يوم بدأت المظاهرات طلعنا نشارك بالساحات التظاهرات، وكانت مشاركاتنا تهيئة مواد غذائية للمتظاهرين كدور مرأة عراقية تريد تغيير بالمجتمع العراقي، لأنه احنا صار لنا 16 سنة ما شفنا أي تغيير من هاي الحكومة، من أسوأ إلى الأسوأ، الفساد عم كل دوائر العراق، حتى الإنسان العراقي يعني صارت عنده خيبة أمل من هذه، ويتطلع بأنه يكون للأحسن وما قاعد يصير الأحسن. طبعا هي صارت مآسي بالمحافظات حتى ببغداد، وأنا حضرت ببغداد أكثر من مرة، رحت ساحة التحرير، يعني مع الأسف هو نقول شاب أو مراهق أو طفل كل شيء ما بيده، ليش ينضرب؟ يعني صارت أنا قدامي، ترى رحت للساحات التحرير
الناصرية والنجف لا ما شرفني بأن أروح للساحات التظاهر هناك، بس هو إحنا نقول شاب أو طفل أو مراهق شنو اللي بإيده يصير علي الرد بإطلاق حي. أكو جهات بالخفاء قاعد تشتغل حتى يأذون العراقيين، ترى العراقيين ما يستاهلون هذا الشيء اللي يصير بيهم، وكافي دم. يعني خلي كل إنسان يحس على نفسه ويحاسب، حاسب روحه. ترى إحنا من أصغر موظف الأكبر واحد بالدولة لازم يحاسب نفسه. من طلعنا نتراجع على شيء ما له وجود غير من نتراجع انه حقق، خليه يحققونا كل اللي يريده ونرجع لبيوتنا. خليه يحقق، احنا مدومين الخدمات، حكومه ما سوت لنا شيء، وقالت عبد المهدي ما عندنا، يعني ما فادتنا بشيء. احنا نريد قالت البرلمان، احنا ما نريد برلمان، ما سوانا. عندنا وزير صناعه ما عندنا صناعه، عندنا وزير زراعه ما عندنا زراعه، عندنا وزير مال التربيه وين التربية؟ أصلاً المدارس معدومة، ماكو. تروح للمعلمين يقول لك والله أنا أحط مدرس خصوصي. زين إحنا البابة الفقيرة والضعيفة إلا ما عندنا خدمات مدارس ولا عندنا خدمات مستشفيات. يوم كانت المستشفيات اللي يريد مرات يروح يرتاح يروح للمستشفى ينام يومين ثلاثة يرتاح. هسه المستشفى الأطب للطوارئ حالة طارئة، ما عندك سرنجة كل اثنين مدي ثلاثة بربع الطوارئ ما بيها. إحنا هاي ثورة، إحنا هاي ثورة، ونريد احنا بهاي الثوره مالتنا نحقق امنياتنا. كل شيء قلت لك ما عندنا. مال العراق غني بكل شيء يمه، العراق غني مو فقير، العراق اغنى كل دول العربيه العراق مالتنا. اثنين انا اشكر شباب الحله واهل المواكب العظيمه، ترى ما معتازين احنا شيء بهاي وقفتنا، وهاي وقفتنا شرف من ندعم ولدنا واخوتنا وقرايبنا. إنما
وجاي يأذون بالشعب، جاي يأذون بالمواطن، جاي يأذون بالناس، يسوون فتنة بين هذا وبين هذا، يسوون فتنة. أخي إحنا ناس مسالمين جايين متظاهرين سلميين، ما جاي لا نضرب فلان ولا نضرب، ولا جايين بتوثية ولا جايين برشاشة ولا جايين بكل شيء. إحنا جايين من هاي الأحزاب، ما نرفض أي حزب، ونرفض لا عمار ولا الأحزاب كلهم، ما نرفضهم. يا أخي إحنا تبهذلنا ناس، الشعب القهر، شعب كتل الضيم، ناس تأكل دجاج، ناس تلقى عجاز، ناس حائرة بالضيم ما تبعيشتها، ناس الله وكيلك إذا 1000 دينار جيب بيضات صبح ما عدها، وناس تلعب بالمليارات. مندسين هم الأحزاب، هم نفسيتهم، هم هاي المندسين هسه جاي يقتلون بالشعب، هم جاي يسوون فتنة بين هذا وبين المتظاهر، وجاي يقتلون بالناس الأبرياء. لا ده أسامي الناس اللي من سواه، هم نفسيتهم، هم يا أخي جاي يأذون بالشعب، جاي يأذون بينا، هم اللي نفسيتهم مندسين. مندسين منين؟ تابعين لمن؟ الإيران تابعين، تابعين للأحزاب، تابعين لمن؟ تابعين. احنا ناس لا حول ولا قوة، من قبل الأحزاب، ومن قبل هكلها، ومن قبل المندسين، ومن قبل الناس. لا تخاف الله تقتل المتظاهر، لا عنده شغلة ولا عنده عمصال، هم 40 يوم نايمين هنا، أكل وخدمة وشرب وبطانيات وصوبات ينقلون للناس، وأكل 12 بليل تبقى الناس توزع لهم. ناس خطيم يعني مسالمة والله العظيم، لا حول ولا قوة. بس احنا الشعب تبهذلنا، مستمرين من المتظاهرة منا إلى إلا الحون كلهم، لا أحزاب ولا كل شرير، نريد واحد يخدنا. احنا جايين نساعد اخواننا المتظاهرين، وجايين ما نروح، احنا خاف على بالهم يعني ينسحب، احنا ما ننسحب، نريد مطالبنا، نريد وطن. كافي احنا كم سنه تحملناهم، احنا نريد وطن، ما ننسحب الا يصير لنا وطن. يعني تتغير كل شيء، كل شيء يتغير، النظام كله يتغير، والاحزاب ترحل وكلها ترحل. احنا جايين نساعد اخواننا، نقطع خبز، نشنق اللي نقدر عليه، نسوي لهم اياه احنا وبعيوننا، نعتبرها بيوتنا، وقاعدين هم بدنا نخدمهم، اخواننا يعتبرون على روسنا، ابنائنا. اكيد ما نسحب لان مو هين علينا، هذول هم اخواننا الراح ومثل اخواننا، غيرنا نحقق الشيء اللي احنا ردناه، فما يروح دمهم هيك غدر. نريد احنا الشيء اللي نريد نسويه كلها ترحل، ما نريد اشي، نريد وطن، حالنا حال البلد الاخرى، نريد وطن، حالنا حال الاخرين، ما يهمنا لا برد لا مطر، بكل احنا موجودين ومعتصمين، وما نروح من هذا المكان الا يتحقق مطالبنا، ومهما يكون ومهما القسوه اللي قسوها ويانا احنا، الا نحقق مطالبنا الله نروح. ماكو شيء ينهي بالقوه، مو بكيفهم، ايش ما يحاولون، ايش ما يسوون، ايش ما هاي، احنا ما نروح نبقى مكاننا الا نحقق مطالبنا. اموت شهيده ولا اعيش مذلوله، الشهاده احسن من الذله، وهذا وطننا. احنا رسالتنا واضحه، الكل العالم وصل مطلبنا بانه اسقاط هذه الحكومه الفاسده، على الرغم من وسائل القمع والبطش اللي تمارست من قبل الطرف الثالث اللي هو نفس الطرف الاول اللي طلعنا عليه المتضرر من الحكومه. طبعا اليوم العقل والمنطق يقول بانه هو نفس الطرف الاول اللي طلعنا عليه مظاهره، هي الحكومه واحزابها الفاسده هي المتضرره من مطالب المتظاهرين. اليوم المتظاهرين قادمين على حكومه وطنيه، حكومه تمثل الشعب، حكومه تقوض عمل الاحزاب وتنهي عملهم بل تجمدهم نهائيا. اليوم احنا تظاهراتنا في محافظات
بغداد والنجف وكربلاء والناصرية وبابل، هي كلها هذا مطلبها واضح. أغلب التظاهرات هي مورست عليها البطش بأسلحة كاتم وأسلحة القناص والرصاص الحي والدخان بالإصابة المباشرة. طبعا هذه محرمة دوليا، حتى الدخان هو هذا الدخانيات هي محرمة دوليا. اليوم احنا ماضيين على الرغم من هاي الدماء اللي سالت، احنا عندنا ايمان بانه كل ثورة لابد تقدم، واليوم هاي سكوتنا عن هاي الاحزاب المارقة 16 عام، فصار من ضرورة ملحة وطنية تقديم دماء. احنا كلنا مشاريع استشهادية في سبيل تحرير هذه البلد من هاي الطغمة الفاسدة مستمرين. سلميتنا احنا الناس مطلبيين دستوريين، مطلبنا هو هاي اسقاط الحكومة عبر دستورهم الوضعي والذهاب الى انتخابات حرة ونزيهة باشراف دولي واممي وتعديل الدستور. هاي الاحزاب ماكو غير الاحزاب، وبعيدا عن الجهات الامنية. طبعا اليوم الجهات الامنية منزوعة السلاح، حتى هو هذا كان مخطط الى، خافوا من هاي التظاهرة نتعاون احنا والقوات الامنية ويصير تعاون ويصير انقلاب، سحبوا السلاح من القوات الامنية، صار دليل واضح ومباشر بان اللي يقتلهم مو احزابهم، لان احنا منزوعين السلاح وسلمين وسلاحنا العلم العراقي، القوات الامنية منزوعة السلاح، اذا الطرف الثالث اللي دا يقتل هو الاحزاب وميليشياتهم. يوم التظاهرات بازدياد مستمر، لدي يمنعنا برد، لدي يمنعنا حر، لدي يمنعنا اطلاقات ناريه، لدي يمنعنا دخانيات، كل شيء ما راح يمنعنا. احنا نازلين تحت مسمى ريد وطن، نازل اخذ حقي، كلنا ما راح نتنازل، من اصغر شخص بينا لحد اكبر شخص بينا. واريد بس الفت انتباه الكل الاحزاب وكل المتنفذين اللي يقولون انه كانوا يراهنون على عامل الوقت وكانوا يراهنون على انه احنا ناس جهله وراح نمل ونرجع. لا، احب اقول لهم حتى الطفل، حتى اللي عمره 5 سنوات و10 و15، هذول الفئات اللي هم الفئات اللي نصنفهم ضمن الاطفال او المراهقين، كلهم يعرفون شو يريدون. اسال هسه ابسط متظاهر يقول لك هو ليش نازل للتظاهرات وشنو يريد وشنو يعني كلمة نازل اخذ حق وشنو كلمة نريد ناخذ وطن او نريد وطن. فعلا هذه يعني مسمى نريد وطن هو وحدنا. وايضا احب اوصل لهم رسالة كلش مهمة، هذه التظاهرات وحدتنا بشكل مو طبيعي. ما قدر اي حدث بالعالم يوحدنا، يمكن فقط الحدث المهم اللي يقدر يوحد العراقيين كلهم هو كرة القدم. كرة القدم الحدث الوحيد بالعراق اللي قدر يوحدنا، هاي بشكل عام أنا طبعا أتحدث عنه، وثورة أكتوبر هي أيضا قدرت توحدنا. أحب أعزي عوائل الشهداء، أحب أعزي كل العراقيين اللي استشهدوا، هم أخوتنا اللي استشهدوا، هم أخوتنا يعني عراقيين منا وبينا، يعني كل واحد يستشهد والله العظيم ياخذ قطعة من روحنا ويروح، مو لأنه هو مجرد شخص غريب ما يعنينا شيء، لا والله والله ياخذ قطعة من روحنا. فأحب أعزي كل عوائل الشهداء، وإن شاء الله يا ربي الجنات الخلد لهؤلاء الشهداء. بالتأكيد احنا كنا صرنا نعرف انه الاحزاب والجهات المتنفذة هي يعني اللي ايدها يعني واصلة بالدولة، اكيد ما تقبل انه الاحزاب تروح، ما تقبل انه الوضع يتحسن، ما تقبل انه المواطن العراقي تتفتح عقليته، ما يقبل انه المواطن العراقي يثور يطالب بحقه، لانه هم تعلموا على شغلة انه الشعب العراقي شعب مغلوب على امره وشعب مسلوب الارادة. بس خلي
خلي فقط يتهمون شغله الاحزاب وكل المتنفذين وكل اللي يريدون يجهضون ثوره اكتوبر، ما اسميها ثوره 25 اكتوبر، اسميها ثوره 1 اكتوبر اللي طينا بها شهداء اغلى منهم ومن كراسيهم ومن احزابهم. احنا ما راح نستسلم، وكل ما تقتلون شهيد من عندنا راح نطميه وما راح نستسلم نهائيا. احنا هنا نساء ورجال متواجدين بالتظاهرات ودا نشارك، ما راح نستسلم. وكل اللي راح على فشل ثورتنا اقول له انت الفاشل، مو احنا الفاشلين ولا ثورتنا راح تفشل. هنا أنا في سبيل إحياء ثورة أكتوبر، في سبيل ننتصر على الفاسدين، على الأحزاب اللي ياهل يجي يمثلنا من دون ما إحنا نستفاد. إحنا الفقراء، إحنا المساكين، كل شيء ما محصلين من هاي الدولة كل محاصصة. أنت إلك، أنت إلك، أنت لفلان، هاي حصة إلك، اسكت. ياهل يجي يقودنا يسكتوه مثلا فتشي أو بدرجة أو يطوى كلمة اسكت أو وعد. إحنا شنو ذنبنا؟ إحنا إلى متى نبقى هيك؟ إحنا ما طالعين بس على منذ استقالة عادل عبد المنعم، على كلهم، على البرلمان كلهم. شل عقل؟ إحنا ما نريدهم، كافي دمرونا، كافي من 2003 لحد الآن. اليوم اللي صار هو حفل تأبيني للشهداء اللي أكثر صاروا سقطوا شهداء الناصرية والنجف. اللي يتغمد الفعاليات اللي شفتوها كانوا كردوس رفع العلم العراقي وتشييع الشهداء، نعش لتشييع الشهداء، ومن بعد مسيرة الشموع إيقاد أكثر من 1000 شمعة ترحما لأرواح شهدائنا اللي سقطوا بالمحافظات بالفترة الأخيرة اللي أكثر شيء احنا شفناها بالناصرية والنجف. أكيد أكو طرف ثالث مثل ما يقولون، والطرف الثالث احنا ما نعرفه منه، بس الحكومة أكيد تعرفه منه هذا الطرف الثالث. لكن إن شاء الله احنا انتصرنا وما بقى غير القليل. زين، اذا اريد نسولف على استقالة السيد عادل عبد المهدي، طبعا احنا مطالبنا اكبر من استقالة السيد عادل عبد المهدي. مطالبنا انه احنا نريد وطن ما يتوقف على استقالة السيد عادل عبد المهدي، لا احنا نريد اقالة الحكومة بالكامل، البرلمان بالكامل، وانتخابات ان شاء الله مبكرة. انا باعتقادي هي الاحزاب نفسها تسوي تصفيات هنا. اكو مصالح هنا تنضرب، اكو دول جوار مدخلة هنا بشؤون العراق. فباعتقادي أنا الأحزاب هي اللي تشتغل هذا الشغل. ما معقولة يجي أحد غريب من برا العراق يقتل ولدنا، مستحيل. اللي يقتل هو طرف موجود هنا بالعراق، يمكن برلمانيين، يمكن أحزاب لهم إيد سلطة هنا، لهم إيد، يمكن الحركات اللي موجودة عندنا، هو حركات هنا، هو أحزاب عندنا هنا موجودة، ما أعرف، الله أعلم. بس أكيد الموضوع هو بعيد، أنه مستحيل أنه أخي يقتل أخوه، مستحيل أكو مندسين، ترى مندسين قليلين 3-4، وإحنا إن شاء الله يعني ولدنا واعين، ما يسمحون لأي مندس يتدخل. فهذه أكيد هذه أكو أحزاب توقف وراها، أكو تمويل خارجي أكيد، يمكن إيران، يمكن غير إيران، الله أعلم. دليل من العظم والضم مليار مليار.
صوتك شوية. دليلي دليلي من العظم والضيم، مليار 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 بكثر ما نوح ملوا هلي، مليار مليار كل يوم السياسي بوق بوق، مليار ويقل غرق بالمطرة القوية، والله ويقل غرق بالمطرة القوية، وباسم حسين باقون الحرامية، وباسم حسين باقون الحرامية، وباسم حسين باقون الحرامية، باسم حسين باقون الحرامية، باسم حسين باقون الحرامية. ها يا شباب ها من هيلا ويناش حد يوصل حدنا، من هيلا ويناش حد يوصل حدنا، من هيلا ويناش حد يوصل حدنا. هول ما يطلع يظاهر، هول ما يطلع يظاهر، شيلت مرته تلوق عليل ما يطلع يظاهر، شيلت مرته تلوق عليل ما يطلع يظاهر، شيلت مرته تلوق عليل ما يطلع يظاهر، شيلت مرته ضحينا ضحينا ونضحي، ضحينا ونضحي واحنا بهاي عدنا شود، ضحينا 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 ونضحي واحنا بهاي عدنا شود، ونريد من النفط حصة للشعب تنطون، ضحينا ضحينا ونضحي ونضحي، ضحينا ونضحي ونريد حصة من النفط تنطون، حشافة والفياحف والله على الهضيم النام، حشافة والفياحف والله على الهضيم النام، قبل صدام واحد هسلف صدام، قبل صدام واحد هالسلف صدام، حول خير العدن مكوم، حول خير العدن مكوم، والأحزاب تفرد بين خير العدن مكوم، والأحزاب تفرد بين خير العدن مكوم. اليوم هدفنا واحد صار، لا مطالب لا إصلاح، إنهاء الحكومة وإسقاط النظام من نظام برلماني، النظام الفاشل اللي هو هسه أكثر شباب المشاكل اللي تصير هسه بالمجتمع، واللي إذا نتأذى إحنا هسه والأحزاب ونفوذ الأحزاب نفوذ الميليشيات، هاي إحنا أصلاً دا نتأذى من الحكم البرلماني، وهو هذا الحكم أصلاً نظامه فاشل، لأن إحنا شعب متعدد الطوائف وهيك النظام ما يشتغل ولا يسوي فائدة للمجتمع، هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية إحنا ما ينفع يعني ما يفيد الصالح العام والمجتمع العراقي بشكل عام تعدد طوائفه إلا هو النظام الرئاسي اللي هو يتكون حكومة من شخص واحد. إحنا نتمنى إسقاط النظام البرلماني وإنشاء نظام نتخلص من الأحزاب، النظام الرئاسي هو النظام الرئاسي طبعا الحل الوحيد اللي راح يخلصنا من الأحزاب. وطبعا إحنا اليوم بهاي الفالة والمقوار ونطلع الحرامية، بهاي الفالة والمقوار ونطلع الحرامية، هاي الفالة والمقوار ونطلع الحرامية، هاي الفالة والمقوار ونطلع الحرامية، هاي الفالة والمقوار ونطلع الحرامية، بهاي الفالة والمقوار. وعد عهد والحلة ما تسكت بعد، وعد عهد والحلة ما تسكت بعد. متظاهرين متظاهرة سلمية، وهذا الشعب من ذاك اليوم إلى هذا اليوم ما استفاد كل شيء، كله خروبات وجوع وهضم وقهر، كل إنسان غيور يروح يتظاهر والما يتظاهر، هذا يعتبر يعني خان جماعة. فيقول مظاهرة سلمية، ما عندنا غير العلم العراقي، علم العراق هذا عندنا، فنريد يعني حقوقنا، نريد دستور
يفيد الشعب، والشخص نزيه ويخدم الشعب، لأن هذا الشعب عانى ما عانى من ذاك اليوم لهذا اليوم بالمواعيد وبالمواعيد وما تنفيذ شغلة إعلامية وبس، شغلة إعلامية وبس. احنا نريد حل البرلمان، حل البرلمان، نريد حكومة جديدة اللي هي تخدم الشعب ونزيهة، وكل واحد هو فاسد ينحال إلى القضاء. ولايات بجتوحي على أحبابي ولايات بجتوحي على أحبابي ولايات وجرها للفرح قوة ولايات قبور بالنجف صارن ولاية جهة وديارهم ظلت خلية يوج يا نار قلبي يوج يا نار قلبي من اذكر الخوان اكثرهم بطقهن ما مشوا وياي بس وقت النفاهة اخوان محسوبين ويضحكوا لو شافوا جفا الدنياي حول دم الما يتحرك حطوا دوسة عليه 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 دم الما يتحرك. يوم 25 تشرين المطالبة بالقضاء على الحكومة والمحافظة الطائفية اللي وطالعين ان نطالب حقوقنا اسقاط الحكومه والبرلمان ومجالس المحافظات ومجالس الاقضيه والنواحي وقاتل المحافظ محافظ دار الكرام لعبادي الذي اتى بالمحاصصه مطالبنا اسقاط نظام المحاصصه من 2003 لحد الان يعني نظام المحاصصه الحزبيه واسقاط الحكومه والبرلمان وحل مجلس النواب وحكومه تصريف اعمال حكومه تصريف اعمال لحين تشكيل حكومة عراقية وإلغاء دستور طالب بإلغاء دستور ومفاضية مع الانتخابات مفاضية على مستقبل الانتخابات. بالتامر يا وطن بالتامر يا وطن تلقانا فرد حزام بس تامر يا وطن تلقانا فرد حزام أهل غيرة أهل غيرة ومراجد وتضغط الأيام انتنا الشهداء وبعد ننطي تكتب الأقلام ومعقودة بالراية الغيرة معقودة بالراية الغيرة معقودة بالراية الغيرة معقودة بالراية الغيرة. تعديل الدستور، حل البرلمان، إلغاء مجالس المحافظات، ومحاسبة الفاسدين، وإرجاع أموالنا المنهوبة والمسلوبة، هذا أهم شيء، لازم ثرواتنا تتوزع علينا كلنا بكل تساوي. أو باسم حسين باقونا الحرامية، وباسم حسين باقونا الحرامية. أو باسم حسين باقونا الحرامية وباسم حسين باقونا الحرامية أو باسم حسين باقونا الحرامية أو باسم الدين باقونا الحرامية وباسم الدين باقونا الحرامية أو باسم الدين باقونا الحرامية وباسم الدين ضم راسك جميعا ضم راسك جميعا ضم راسك جميعا